هذه الصورة اللوحة إحدى لوحات الجمعة أيضا تشير إلى التناقض المفرط في توزيع الثروات على أبناء الشعب. فحين يكتنز المسؤولين القسم الأعظم من الدولارات والخزائن فإن الشعب جياع وهو يرمي لهم بمجرد صمونة واحدة. هذه اللوحة بعنوان فقط في بلادي الليل في ظلام دامس، لا توجد كهرباء والأشخاص كالأشباح. أنا من أبناء الديانة المندائية الذين هم مشهورين ومشتهرين بالصياغة، لكنني شذفت عنهم وكنت أميل إلى الأدب والفن وأصبحت على طريق الفن والرسم الكاركتيري. قبل بضع سنوات أعادوني مرغما مكرها إلى الصياغة، فبقيت في الصياغة لمدة سنتين، فشلت فيهما فشلا ذريعا في الصياغة، لأن المثل يقول إنك لا تستطيع أن تمسك بطيختين في اليد الواحدة. بدأت اللوحات الجمعة بدأت في يوم 2/8/2015 واستمرت كل جمعة. بلغت لوحات الجمعة عددها لحد البارحة 248 جمعة، أي 248 لوحة. وهذا المواطن الفقير المعدم وهو يسقي شجرة العلم العراقي، بينما المسؤول المترف هو من يجني الثمار. يعني طيلة تلك الفترة كنت مجرد هواية، مجرد نشر للفراغ ليس إلا، لكن بعد التغيير بعد 2003 أصبحت لوحاتي محترفة وذات غاية وهدف محدد من كل لوحة. هذه لوحة أخرى هي إشارة إلى نبذ العنف وطرده خارجا من عقلية الفرد، لأن العنف لا يولد إلا الجريمة ويولد المشاكل في المجتمع. هذه دعوة إلى نبذ العنف الذي نحمله في عقولنا من أسلحة ومن عنف ومن سكاكين وقنابل وما إلى آخره. أنا لم أتوجه إلى العمل السياسي، إنما أنا أتوجهت إلى طرح معاناة المواطنين، وربما هذا الطرح يفهمه الآخرون بأنه احتكاك بالسياسة. كلما زاد الهم اليومي للمواطن كلما تصاعدت حالة النقد، والنقد متواجد في كل فئات المجتمع وليس فقط رسام الكاركتير.